بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم على قناة مستر كحل. مرحبا بك ومرحبا بجميع الإخوة الأفاضل على قناة مستر كحل، حيث أننا نتحدث حول مجال تجارة الضمانات بجميع التفاصيل الكبيرة والصغيرة. فنكمل وإياكم في برنامج قصة دومين، يعني بعد أن قمنا بالتعرف على قصة voice.com، اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على مبيعة من المبيعات. يعني أن القصة الخاصة باليوم هي قصة خاصة بأحد الضمينات التي قمت ببيعها، وإن شاء الله هذه السلسلة الخاصة بقصة الضمين سوف تتضمن الكثير من المبيعات الخاصة بي، وكذلك الكثير من المبيعات الخاصة بالمتابعين الكرام. يعني أن هذا البرنامج لا يتخصص فقط في المبيعات الكبيرة والضخمة والخيالية التي تحدثنا عنها، لكن كذلك سوف نتحدث على بعض المبيعات الخاصة بأشخاص مثلنا مثلهم. يعني هذا الأمر كذلك سوف يوضح بالملموس أنه ليس بالضرورة أن تكون شخص مليونير أو أن تكون شخص خبير جدا حتى تقوم بالحصول على نتائج جيدة. اليوم إن شاء الله سأقوم بالتحدث لكم حول مبيعة من المبيعات الخاصة بي الذي قمت ببيعه بمبلغ 5635 دولار في مدة بضع أشهر فقط. حتى تتعرف على جميع التفاصيل، ما هو الضمين، كيف قمت بشرائه، وجميع التفاصيل الكبيرة والصغيرة، سوف نبقى أولا مع هذا الفاصل الإشهاري ثم أعود إليكم مباشرة لكي أشرح لكم جميع التفاصيل. منصة براند باكيت هي من أقوى المنصات الخاصة بالبراندات. إن كنت من الأشخاص الذين لديهم مهارة اقتناص أسماء براندات جيدة جدا، أو أنك تمتلك براند جيد جدا، أو أنك لديك أفكار لكي تقوم بإنشاء أسماء براندات يعني بطريقة تعتبر جيدة جدا، فمنصة براند باكيت تعتبر أفضل منصة لك لكي تقوم فيها ببيع الضمينات الخاصة بك. فمنصة براند باكيت تحتوي على مجموعة من الكاتيجوريز التي ممكن أن تقوم فيها بيع البراندات الخاصة بك. فإن كنت تمتلك اسم براند أو مثلا لديك أفكار لبراندات، ففقط قم بإرسال الضمينات إلى منصة براند باكيت، وسوف تقوم منصة براند باكيت بإنشاء لك لوجو، إنشاء لك وصف، وسوف تقوم منصة براند باكيت بوضع الضمين الخاص بك أمام الكثير والكثير من الزبائن المحتملون والذين سوف يكونون مهتمين بشراء الضمينات الخاصة بك. أوكي؟ إذن إن كنت مهتما بهذه النوع من الضمينات، ففقط وبكل بساطة قم بإرسال الضمينات الخاصة بك إلى منصة براند باكيت، وسوف تجد الرابط أسفل هذا الفيديو. عندما سوف تقوم بإنشاء حساب جديد، فسوف يقومون بإعطائك 10 كريديت. هذه العشرة كريديت ممكن أن تقوم فيها بإرسال 10 ضمينات مجانا. أوكي؟ إذن بعد أن تعرفنا على منصة براند باكيت، سوف نمر الآن إلى الشرح العملي. مرحبا بكم من جديد. فالضمين الذي قمت ببيعه بمبلغ 5635 هو ضمين viking.com، يعني فايكين ليس كما تسمعه ولكن كما ترى أمامك، فايكين vykn.com، يعني كما ترى 4 حروف فقط. هذا الضمين عندما تقوم بكل بساطة بسماعه، فهو بكل بساطة يأتيك في ذهنك شعب الفايكين الذي كان يعني في القرون، يعني القرون السابقة. أوكي؟ فهنا معلومة مهمة جدا يجب أن تقوم بأخذها بعين الاعتبار، هو أن المعلومات التي تعرفها أنت ليس بالضرورة أن كل شخص يعرفها. فمثلا هذا الضمين الفايكين.com، فليس الجميع يعرف من هم الفايكين. يعني بما أنني قمت بشراء هذا الضمين، فمن البديهي جدا أن الشخص الذي قام ببيع لي هذا الضمين لا يعرف من هم الفايكين، وإلا لم يكن ليقوم ببيع لي هذا الضمين. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فعندما تقوم بامتلاك دومين ما وتكون مثلا لديك معلومة ما، فكن على يقين أن هناك أشخاص آخرون في الضفة الأخرى يعرفون جيدا يعني تلك المعلومة التي أنت تعرفها. يعني ممكن أن تراها نوعا ما فكرة فلسفية، لكن إن قمت بالتدقيق وإن قمت بالتركيز معي جيدا فسوف تفهم يعني ما الذي أريد أن أقوم بقصده. فمثلا هذا الدومين عندما قمت بشرائه بمبلغ 155 دولار من شخص هندي، هذا الشخص الهندي لم يكن يعرف ما هو الفايكينج ومن هم الفايكينج وما هو تاريخ الفايكينج وكل ما إلى ذلك. يعني أنني اقتنصت هذا الدومين منه لأنني وبكل بساطة أعرف من هم الفايكينج وأعرف أن هذا الدومين له قوة كبيرة جدا. كذلك يعني عندما قمت بطرح يعني سؤال على بعض كبار الدومينرز الذين أعرفهم، يعني سألتهم يعني ما رأيكم في هذا الدومين، يعني سألتهم وبكل بساطة حتى أرى هل فعلا سوف يقدرون قيمة ذلك الدومين أم أنهم سيقولون فقط مجرد دومين عادي. ف يعني أحدهم يعني وهو يعتبر خبير جدا في
دومينات فور ليتر يعني دومينات اربع حروف. فقال لي بان الدومين نوعا ما يعتبر جيد سهل في النطق، لكنه لم يتحدث ابدا حول الفايكين، وانا اعلم يعني جليا بانه لو كان يعرف من هم الفايكين ويعرف تاريخ الفايكين ويعرف يعني قوه هذه الكلمه فما كان لكي يقوم بقول هذا. نقطه اخرى، فانا دائما يعني احب البحث عن معلومات جديده، يعني دائما انا استمتع عندما اجد معلومات جديده، عندما اكتشف اشياء جديده، اوكي؟ فهذا الامر يعني لا لعب في صالحي. فانت كذلك عندما ستقوم دائما بالبحث عن معلومات كثيره وتلك الاشياء، فهنا هذا الامر ممكن ان يكون كذلك في صالحك، وبطبيعه الحال سيكون هناك اشخاص يقدرون فعلا تلك الاشياء التي انت تقوم بمعرفتها. فهذا ما حدث. هذا الدومين يعني وجد شخص هندي، يعني شخص دومينر مثلي مثله، يعني لا يمكن أن نقوم بشراء دومينات أربع حروف في وقتنا الحالي. في جميع الدومينات تم شراؤها بكل بساطة، يعني جميع الدومينات حرف حرفان ثلاث حروف أربع حروف، وأجود وأقوى دومينات خمسة حروف تم شراؤها بدون أي استثناء. فبطبيعة الحال هذا الدومين قمت بشرائه من دومينر آخر. هذا الدومينر يعني اختصاصه الأربع حروف دوت كوم. هذا الشخص يقوم فقط بشراء دومينات أربع حروف، ويقوم بزيادة عليها هامش ربح مثلا 10 دولار 15 دولار 25 حتى 50 دولار، ثم يقوم بكل بساطة بالتحصيل على مبيعات جيدة، ويقوم يعني كسب مبالغ جيدة. هذا الأمر يعني سأقوم إن شاء الله بالتحدث عليه بالتفصيل يعني في قادمة الدروس، سأقوم بالتحدث حول كيف تقوم بتحقيق مبالغ كبيرة جدا عن طريق البيع بسعر الجملة. وإن شاء الله كذلك سأقوم باستضافة بعض الأشخاص الدومينرز المتابعين لقناة مستر كحل، هم يشتغلون فقط في البيع بسعر الجملة، وإن شاء الله سوف تستفيدون كثيرا. على العموم قمت بشراء هذا الدومين ب 155 دولار يعني من شخص هندي، ثم قمت بوضعه للبيع. وبكل بساطة يعني بعد مرة مدة نوعا ما قمت يعني بإرسال الدومين إلى منصة براند باكيت. فأنا أعلم بأن منصة براند باكيت لا تقبل أي دومين كيفما كان إلا إن رأت فعلا بأن فيه قيمة، وأنا أعلم بأن منصة براند باكيت هي منصة قوية جدا. هذا لا يعتبر إشهار، لكن فعلا هذه الحقيقة، لأن براند باكيت يعني بدأت منذ سنة 2007، ويتحب نوعا ما الأفكار المتجددة الأفكار الجديدة التي ممكن أن تقوم بالتحصيل على مبيعات. طيب على العموم قمت بإرسال الدومين لمنصة براند باكيت، فبعد مدة قامت منصة براند باكيت بقبول هذا الدومين. فبعد أن تم قبول هذا الدومين بكل بساطة تركته للبيع، مثله مثل الدومينات الأخرى التي لازالت لدي في براند باكيت حاليا، ولازالت لدي بعضها الآخر في منصات أخرى. فعادي جدا أنا كشخص دومينر أضع الدومين للبيع ثم أنتظر إلى غاية أن تأتي المبيع. بعد مرور تقريبا ولنقل مثلا 4 أشهر جاءني عرض من بروكر، البروكر الخاص ببراند باكيت قام بمراسلتي وقال لي بصريح العبارة: هل أنت مهتم بأن تقوم ببيع الدومين بسعر التقسيط؟ يعني أنه لن يقوم الشخص بالدفع مباشرة، يعني لأنه لن يقوم مثلا بمثلا شراء الدومين مباشرة ب5000 دولار، لكنه سيقوم بدفع ثمنه بالتقسيط، يعني في كل شهر يتم اقتطاع مبلغ إلى غاية أن ينتهي ذلك المبلغ. فبطبيعة الحال أنا شخص أحب الباسيف إنكم، أنا شخص أحب الأشياء التي تأتيني يعني بدون مجهود. فإن كنت قد قمت بمشاهدة سلسلة كيف أبدأ من الصفر، فسوف تجد بأنني تحدثت حول الكثير من الطرق التي هي عبارة عن باسيف إنكم، لأن فعلا هذا نوع من أنواع الحرية المالية، وهي أنك شيء تقوم بعمله ثم يأتيك ربح منه، يعني بدون أن تقوم بعمل أي مجهود كيفما كان. فهنا بطبيعة الحال قمت بالقبول بدون أي تردد، لأن فعلا أنا أحب الباسيف إنكم. يعني بعد مرت 3 أيام إلى 4 أيام جاءت الرسالة الجميلة التي ينتظرها كلكم، وهي أن الدومين الخاص بك قد تم بيعه. هنا تم البيع يعني بالLTO يعني lease to own، يعني البيع بالتقسيط لمدة 12 شهر، يعني تقريبا الزبون يعني قام بدفع 9 أشهر، وال4 شهور الأخرى قام بدفعها دفعة واحدة، وهنا حصلنا على مبيعة رائعة جدا، وقامت بإعطائنا باسيف إنكم يعني بدون أي مجهود وبدون أي شيء. الآن دعنا نتحدث حول التواريخ، ودعنا نتحدث حول الأرقام حتى تقوم بالاستفادة من هذه القصة أكثر استفادة ممكنة. الدومين قمت بشرائه يوم 8 أبريل سنة 2021، هذا الدومين viking.com قمت بشرائه بمبلغ 155 دولار، اوكي؟
يعني كما ترى امامك. قمت بالاحتفاظ بالدومين، قمت بوضعه في منصه البيع، بعد ذلك قمت بارساله الى منصه براند باكيت، يعني قمت بعمل له سبميت. وللاشاره فقط، فلقد سبق وان قمت بشرح منصه براند باكيت بالتفصيل الممل. قمت كذلك بعمل كيس ستادي حقيقيه على منصه براند باكيت، والدومين الذي سوف تراه هنا امامك يعني في هذا الشرح لقد قمت ببيعه كذلك، وإن شاء الله سأقوم بشرح لكم قصة هذا الدومين كذلك حتى تقوموا بالاستفادة منه أكثر استفادة ممكنة. وللإشارة، هذا الدومين كذلك يعني تم بيعه بسعر التقسيط، يعني أنه تم بيعه بنفس الطريقة التي أشرح لكم الآن يعني هذا الفيديو. أوكي؟ طيب، قمت بشراء ذلك الدومين كما قلت في 8 في شهر 4، وبعد تقريبا أسبوع قمت بإرساله إلى منصة براند باكيت. كما هو معلوم فمنصة براند باكيت تتأخر نوعا ما في القبول، لأن أنهم يعني يقومون بتحليل الدومينات بشكل جيد جدا. فكما ذكرت، الدومين بعد أن قمنا بإرساله يوم 18 من شهر 4، يعني بعد تقريبا ولنقل مثلا 40 يوم، تم قبول هذا الدومين يوم 27 من شهر 5، يعني شهر ماي من سنة 2021 تم قبول هذا الدومين. هنا في براند باكيت كما سبق وأن قمت بشرحه في قناتي، فبراند باكيت تقوم بإنشاء لك لوجو، تقوم بإنشاء لك وصف وتلك الأشياء. هنا وبكل بساطة كان يجب علينا أن نقوم بالانتظار إلى غاية أن يصبح هذا الدومين لايف يعني في منصة براند باكيت حتى يظهر للعموم. هنا وبكل بساطة قمنا بالانتظار إلى غاية أن تم إنشاء لوجو لهذا الدومين، وتم إنشاء له وصف وكل تلك الأشياء وكاتيجوري وجميع تلك الأشياء المساعدة في بيع الدومين. وهنا تم عمل له بابليش بشكل مباشر بشكل لايف، يعني يوم 15 يونيو من سنة 2021. يعني هنا الآن الدومين تم وضعه للبيع، يجب فقط أن ننتظر إلى غاية أن تأتي المبيعات. في الغالب أنا دائما عندما أقوم بوضع الدومينات أضع في ذهني أن الدومين يعني سأنتظر عليه سنتان، 3 سنوات، حتى 4 سنوات، الأمر يعتمد على الدومين. وهنا إن شاء الله إما أنني سأقوم ببيع ذلك الدومين بسعر الجملة، أقوم باسترجاع المال الذي قمت بدفعه على تجديد ذلك الدومين، وأقوم بزيادة نوعا ما ربح، يعني ولنقل مثلا 20 30 الى 40 دولار، او في بعض الحالات يعني قد اترك الدومين ولا اقوم بتجديده. وهناك في الكثير من الحالات تاتي مبيعه وهنا يكون ربح جيد. اوكي، لاننا نحن نتعامل كانفستر، هنا اتحدث على المبيعات الانباوند وليس الاوتباوند. الاوتباوند هو قصه اخرى، انا الان اتحدث حول الانباوند. يعني تذكروا معي، الدومين تم عمل له بابليشين بشكل لايف يعني كما ترى امامك يوم 15 في شهر 6، بعد مرور 4 أشهر، يعني يوم 15 من شهر 10، يعني من شهر 10 يعني من شهر يونيو إلى غير شهر أكتوبر، جاءني يعني مسج، جاءني رسالة من البروكر الخاص ببراند باكيت كما ترى أمامك، يعني قام بمراسلتي وقال لي: هل أنت مهتم بأن تقوم ببيع الدومين بسعر التقسيط؟ فأنا لدي يعني زبون ممكن أن يكون مهتم بشراء هذا الدومين. حتى أكون صريحا معكم، ففي هذه اللحظة لم تكن لدي يعني فكرة أن براند باكيت فيه خاصية الليست اون، يعني خاصية البيع بالتقسيط. يعني هذا الأمر كان جديد يعني في ذلك الحين، وبراند باكيت فعلا حسنا ما فعلت، لأن فعلا هذا الأمر يعني بدأ يأتي بالكثير من المبيعات. كذلك في موقع دان يوجد كذلك هذا الأمر ويأتي بالكثير من المبيعات، لأن الشركات أصبحت تفضل هذا الأمر من أجل الحصول على الدومينات، لأن بالنسبة لهم أن يقوم بالشراء دفعة واحدة الأمر قد يأتي نوعا ما صعب، لكن أن يقوم بالشراء بالتقسيط الأمر سيسهل عليهم عملية الحصول على الدومينات، وسيعطينا نحن كذلك كإنفسترز وكدومينر، سيقوم بإعطائنا نوعا ما شيء من الباسيف إنكم. وهذا الأمر هو رائع جدا وهيوج، يعني رائع جدا أن يكون في تجارة الدومينات. فكما ذكرت، البروكر قام بمراسلتي وقال لي: هل أنت مهتم بأن تقوم بعمل ليست أون على هذا الدومين؟ بطبيعة الحال بما أن هذا الأمر جديد علي، يعني هذه كانت أول مبيعة أحصل عليها بالليست أون، كان من المهم جدا أن أفهم يعني كيف يشتغل. سألته كم المدة، كم سأحصل على عمولة وتلك الأشياء، وبعد ذلك قمت بالقبول. يعني هنا البروكر قال لي: يجب أن تقوم بالذهاب إلى حسابك من أجل أن تقوم بتفعيل خاصية الليست أون. وبعد ذلك قام بالاتصال بي هاتفيا، حتى أكون صريحا معكم كنت نائم، يعني في ذلك الحين كنت نائم، فرأيت بأن هناك اتصال من أمريكا، وقمت بالإجابة يعني بصوت نوعا ما نائم، فقال لي: يجب أن تقوم بالدخول إلى حسابك لكي تقوم بتفعيل تلك الخاصية. فبطبيعة الحال لا يمكن أن أفلت عليه مبيعة رائعة جدا، قمت بالنهوض من الفراش، ثم قمت بالذهاب وقمت بتفعيلها، ثم عدت إلى النوم مرة أخرى. عندما استيقظت وجدت فعلا أن جاءت هناك الرسالة الجميلة التي ننتظرها كلنا، وهي أن الدومين قد تم بيعه وبكل بساطة.
هذا الأمر هو فعلا يعني رائع جدا، ومن أحب الأشياء بالنسبة لي أن تكون نائم وفي عندما تستيقظ ترى الإيميل ثم تجد بأن هناك مبيعة جيدة جدا. هذا الأمر حدث معي مرارا وتكرارا مع الكثير من الضمينات، وهذا الأمر يعني أتمنى فعلا أن تحصلوا عليه، وأظن أن الكثير منكم يعني سبق وأن أحس بهذا الشعور وهو فعلا شعور رائع جدا. هنا عندما جاءت المبيعة جاءت يعني بعد 3 أيام من تكلمي مع البروكر، يعني أن الزبون كان فعلا مهتما وكان ينتظر فقط أن يتم تفعيل تلك الخاصية. هنا الدومين تم بيعه ب$5,635. إن قمت الآن بالذهاب إلى الدومين سوف تجد بأن هناك صفحة على ووردبريس في هذه اللحظة التي أتحدث فيها الآن، فربما الشخص يقوم بالتجهيز لكي يقوم بإطلاق مشروعه ولكي يقوم بالاشتغال عليه. نقطة أخرى فيما يخص منصة براند باكيت، فليست كل الدومينات يعني يتم بيعها بهذه الطريقة، هناك دومينات أنا أمتلكها في منصة براند باكيت ولا زلت أنتظر إلى غاية أن تأتي المبيعات. أهم شيء هو أنه يجب أن تقوم دائما باختيار أسماء دومينات جيدة جدا بما فيها يعني دومينات الفور ليتر التي نوعا ما لم أقم بشرحها كثيرا بسبب أن أعلم بأن الكثير منكم لا يمتلك رأس المال الكافي حتى يقوم بشرائها، فهي كذلك فيها نوعا ما بعض الخدع. هناك الكثير من يحاول أن يقوم ببيع لك دومينات سيئة جدا بأسعار مرتفعة، هناك بعض النصابين الذين سيحاولون أن يقوم ببيع لك دومينات يقول بأنها فور ليتر لكن ليست فور ليتر. يعني هذا الأمر إن شاء الله سأقوم بالتحدث عليه بالتفصيل عندما سأقوم بالتحدث حول دومينات الفور ليتر وتلك الأشياء. فما الذي يجب عليك أن تقوم بالاستفادة منه من هذه القصة؟ فأول شيء هو أنه يجب دائما أن تكون مطلع على الكثير من المعلومات، المعلومات سوف تنفعك كثيرا. ثاني شيء هو أنه عندما ترى مثلا معلومة وتقول في نفسك أنا أعرف هذه المعلومة، لا تظن بأن الجميع يعرف تلك المعلومة، ففي بعض الحالات قد تجد بأن هناك أشخاص لا يعرفون تلك المعلومة. وهذا الأمر حدث معي، قمت ببيع دومينات كنت أظن بأنها غير جيدة، لكن بعد مدة وجدت بأن ذلك الشخص الذي قام بشرائها مني بسعر الجملة هو فعلا شخص يعرف جيدا يعني تلك الكلمة. يعني كان هناك دومين كنت أمتلكه سابقا هو نوعا ما كلمة باللغة الصينية، لكن أنا لم أكن أعرف هذا الأمر، فقمت ببيع ذلك الدومين كان عبارة عن 5 حروف، فقمت ببيع ذلك الدومين بسعر الجملة. فبعدها يعني لاحظت بأن ذلك الشخص قام بوضع الدومين بمبلغ $6,000. يعني فعلا هذا الشخص يعني كان يعلم جيدا ذلك الأمر. فعلى العموم هذا الأمر يعني نستفيد منه مع الممارسة، إن كنت تعرف معلومة فقم باقتناص الدومين الذي تراه فعلا جيد، وتأكد معي بأن في الضفة الأخرى بما أنه يوجد أشخاص لا يعرفون تلك المعلومة، في نفس الوقت يوجد أشخاص آخرون يعرفون تلك المعلومة لكنهم ليس بالضرورة أن يكونوا دومينر، ممكن أن يكونوا end user وسوف يقومون بأخذ الدومين منك لكي يقوموا ببناء عليه مشاريع جيدة جدا. فهذه هي القصة الخاصة باليوم، قصة viking.com، الدومين الذي قمت ببيعه بمبلغ $5,635 في مدة 4 أشهر فقط تقريبا، لأن يعني الدومين تم وضعه في شهر 6 بشكل مباشر على منصة براند باكيت، ثم بعد 4 أشهر تم بيع هذا الدومين. فأظن بأن القصة واضحة وإن شاء الله تكونوا قد استفدتم منها. إن شاء الله سأقوم بشرح لكم وسرد لكم قصص أخرى خاصة بمبيعاتي، وستكون قصص رائعة جدا وسوف تنفعكم كثيرا حتى تستفيدوا أنتم أيضا من هذا المجال الرائع والذي هو مجال تجارة الدومينات. أوكي، فشكرا لكم على المتابعة وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.